أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. تحت عنوان العراق نبدأ بمقال تحت عنوان العراق على مائدة الضباع، نبدأ بمقال للكاتبة إيفا كولوريوتي في صحيفة القدس العربي. بعد اشتباكات دامية ضربت العاصمة العراقية بغداد وامتدادها نحو محافظات الجنوب وعلى رأسها البصرة، أتى المؤتمر الصحفي لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ليضع حدا لهذا الصدام العسكري بين تيارات سياسية كانت قبل أعوام محسوبة على خط واحد ولا تزال محسوبة على دولة إقليمية بعينها. إعلان السيد الصدر إنهاء الاعتصام أمام البرلمان العراقي وطلبه من مناصريه الخروج من المنطقة الخضراء قد يراه بعضهم مؤشرا على فشل هذا التحرك من قبل التيار الصدري، إلا أن المراقبة للساحة العراقية ما بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 قد يستشعر أن خطوة الصدر لفض الاشتباك تأخرت نحو 24 ساعة، وأن هذا القرار لم يأتي حقنا للدماء وإنما قد يكون مؤشرا على صفقة سياسية، وللمرة الرابعة خلال عقد يعتزل السيد مقتدى الصدر الحياة السياسية ولن تكون الأخيرة برأيي، كما أن الاشتباكات بين التيارات السياسية في العراق لن تكون الأخيرة في جغرافيا لم تحظى بسلام منذ أكثر من 50 عاما. سيخرج الساسة العراقيون للحديث عن بداية جديدة واتفاق جديد، ويدعون الشارع العراقي للصبر على الضيم والامتنان لحكمتهم الفذة، ليعودوا بعد هذه الدماء للجلوس على طاولة واحدة ويتقاسمون الحصص. أما الشباب العراقي فسيعود للبحث عن طرق للهجرة. قد يرى البعض أن ما جرى في المنطقة الخضراء في مساء 29 من آب أغسطس الماضي بداية تغيير حقيقي في العراق، يخرجه من تحت عباءة النفوذ الإيراني ويعيد تحديد قواعد العلاقات بين البلدين، كما قد يسترسل هؤلاء بالحديث على أن عواصم أقليمية وعالمية وعلى رأسها واشنطن قد تستغل هذا الحدث لتحرير العراق. لكن الحقيقة المرة هي أن واشنطن نفسها منزعجة مما جرى في المنطقة الخضراء، فالأمريكيون الذين قدموا العراق على طبق من ذهب لإيران لن يرغبوا بأي تغيير في الواقع هناك لتخوفهم من عاملين اثنين: الأول وهو أن تسبب حالة الانفلات الأمني والحرب الأهلية لتضرر صادرات العراق من النفط، وهو كابوس سينزل كالصاعقة على الاقتصاد العالمي. أما العامل الثاني فهو صعود قوى سنية يصعب التحكم بمشروعها. حول مناهضة إيران في العراق، يقول الكاتب أحمد سعداوي في تعليق على شعارات الشباب في تظاهرات أكتوبر تشرين الأول عام 2019 في العراق: تساءل أحد المعلقين السياسيين المقربين من إيران ذات مرة في برنامج تلفزيوني عن الأسباب التي غدت معها الوطنية العراقية تعني مناهضة إيران. هو يرى أن في الأمر مبالغة وتحويل إيران شماعة لكل الأخطاء والمشكلات العراقية التي ساهم في صناعتها السياسيون والنخب العراقية بالدرجة الأساس، مع تدخلات كل دول الجوار العراقي وليس إيران فحسب. ليست المناهضة الجديدة لإيران لأسباب بعثية كما يحلو المقربين من إيران أن يردوا، وإنما وطنية بحتة. أن إيران بدل أن تجعل نفسها على وفق التوقعات من داخل المجتمع الشيعي العراقي ظهيراً استراتيجياً لهم بكل تنويعاتهم وألوانهم، فضلت أن تكون ظهيراً لفصيل واحد من المجتمع الشيعي لا يحظى بالأغلبية ويفرض نفسه بقوة السلاح والقهر ويعتاش من الفساد والسرقات ومصادرة الأعمال في القطاع الخاص وتوهين سلطة الدولة وتركيع مؤسساتها حتى الأمنية منها. قد تكون النتيجة فيها مبالغة فعلا وشيئا من الرومانسية،
لكن كثيرين من الشباب العراقي يندفعون اليوم لإعادة إنتاج هويته الوطنية بمناهضة إيران للأسباب التي ذكرناها، ولا يمكن تعديل هذا الوضع إن لم تعدل إيران ابتداء من سياساتها في العراق. عن النقاش حول الدم في العراق يقول الكاتب أحمد الشيخ ماجد: ومنذ بداية الأزمة الأخيرة واشتباكات الخضراء رأيت نقاشاً عراقياً في من يستحق الموت. تخيل أنت في بلاد لم تغلق سجلات الاغتيال والموت الجماعي فيها، لكن هذا الأمر يشير بشكل مؤلم إلى حجم الأمراض التي صنعتها الأنظمة السياسية في العراق. لم يعد الدم مثيراً، لم يعد محترماً. هنا هو يفتح نقاشات هامشية لا تشتبك مع أصل الكارثة، وحتى من يموت لا تثيره فكرة أنه سيكون رقماً منسياً في ليل البلاد البهيم، ومن يفترض أنه يتحمل مسؤولية رفع التضليل عن الناس صار غارقاً أيضاً بأمراضهم السياسية وتحولاتها بين الاستبداد والاحتلال وحكم الطوائف. يريد بعض الناس أن يضع أفراد الجماعات الدينية أهمية لحياتهم، وبالنتيجة لا يكون حطباً في محارق يصنعها زعماء ويجني ثمارها زعماء، ولا تغيير مرتجى أو منظوراً. هذا مطلب نميل نعم، لكنه يبدو بعيداً عن النظر لجذور الانحطاط في العراق وما صنع بهذا المجتمع بشكل عام. لا أحد يجعل الإنسان يحترم نفسه ويقدر حياته ويريد الحفاظ عليها غير نظامه السياسي ودولته التي يمكن الحديث فيها عن فرد وليس جماعة. يقوم ما يسمى بالنظام الديمقراطي بين مزدوجين في العراق أصلاً على الجماعة وليس الفرد. الجماعة الطائفية التي يدخل من يمثلها إلى البرلمان للحفاظ على حصونها وتغييب أزمة المنجز بإعلاء صوت المكون وحمايته من العدو المتخيل، هذه بديهية أيضاً، ولهذا من الصعب مطالبة أبناء الجماعات بأن يكونوا أفراداً في بلاد دون دولة، ولا يمكن الحديث فيها عن ثقافة سياسية وحزبية راسخة. استسهال الموت مع أوجاعه العميقة يفترض أن يفتح النظر على أزمة الدولة في العراق وكيف أن غيابها لا يؤدي إلى إيقاف استمرار شلالات الدم وأجواء الخراب، وإن حذرنا من الفوضى وتهديد السلم المجتمعي. بالنسبة لي أشعر بالانكسار منذ أيام على ضحايا الخضراء، وحين رأيت صور القبور كانت تكثيفاً لكل الضحايا الذين ابتلعهم دهر البلاد حقبة إثر حقبة. هؤلاء يستحقون الحياة مثل أي عراقي ينتظر دولة محترمة ترعاه، لا يحتاج فيها أن يحمل السلاح أو أن ينتمي إلى ميليشيا أو قبيلة ليشعر بمعناه في بلاد لا معنى فيها إلى أي شيء. قالت هيلين لويس الكاتبة بمجلة ذا أتلانتيك في مقال لها: إن هدية الوداع التي قدمها رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون لخليفته ليز تراس رهيبة وتتمثل في إعصار اقتصادي. تراس ستواجه عدة عناوين أخبار، وأهمها ارتفاع فاتورة الطاقة وارتفاع معدلات التضخم والإضرابات العمالية، إلى جانب العناية الصحية، وهي تواجه كل هذه المشاكل مهما طال شهر العسل. ولكنها قالت في خطاب يفتقد الحماسة والضعف الذي ذكر بتريزا مي رئيسة الوزراء التي أطاح بها جونسون: سننفذ ما وعدنا به، وستكون المهمة الأولى لتراس هي مواجهة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والغاز والتي حفزتها الحرب الروسية في أوكرانيا وزيادة الطلب مع تراجع خطر وباء كوفيد. وفي بريطانيا يتم تقدير فاتورة الكهرباء والغاز بناء على الكلفة الكلية، وستكون الفاتورة 3 أضعاف ما كانت عليه قبل عام. وقالت شيئاً لم يقله أي زعيم بريطاني منذ عقود، وهو أن الأغنياء سينتفعون من سياساتها الضريبية، وهو ما تراه عادلاً، والرد الكلاسيكي على زيادة التضخم هو رفع سعر الفائدة، لكنه خيار محفوف بالمخاطر، فبريطانيا تعاني من تضخم ديون الرهن العقاري
وعلى أي حال فسعر الفائدة يحدده مصرف إنجلترا وليس رئيسة الوزراء لحمايته من التدخل السياسي. ويتوقع تقدير موثوق أن البيت البريطاني العادي سيدفع ما معدله 6616 جنيها استرلينيا، أي ما يعادل 7633 دولارا في العام كفاتورة غاز وكهرباء بحلول نيسان أبريل. هل تعتقد أن هذا مبالغ فيه؟ لا، فهناك حدود للتجارة والمؤسسات العامة، لكن المطاعم والمتاحف ومراكز الترفيه حذرت بأنها لن تكون قادرة على التعامل مع الأزمة، وتخطط بعض المناطق لتحويل مبان إلى بنوك تدفئة مثل بنوك الطعام لمن لا يستطيعون تدفئة بيوتهم. وبالنسبة لعمال الخدمة المدنية الذين تعودوا على العمل من بيوتهم، فإن فواتير الكهرباء والغاز قد تدفعهم مرة ثانية للعمل من مكاتبهم، ولا تستطيع تراس عمل أي شيء لأسعار الطاقة في سوق الجملة الأوروبي. فروسيا هي المزود الأكبر للغاز في أوروبا، ويستغل فلاديمير بوتين النفوذ الذي يقدمه له في الشؤون الخارجية. وستتعرض رئيسة الوزراء الجديدة لضغوط واسعة لدعم أصحاب البيوت في الشتاء، ورفضت حتى هذا الوقت تقديم الدعم المباشر، مؤكدة على أن تخفيض الضريبة هو مركز اقتصادها. لرسوم الكاريكاتير أسلوبها الخاص في نقد الواقع. شلالات درباد في عمان حديقة طبيعية تبهر الناظرين، لوحة نادرة من الطبيعة تأخذك من على جنبات الطرق المتجهة إلى شلالات وادي درباد المتدفق من وسط الجبال والمساحات الخضراء الشاسعة على مد البصر في محافظة ظفار جنوب غربي سلطنة عمان. وادي درباد يقع في مديرية طاقة بالمحافظة، ويعد معجزة من معجزات الطبيعة نظراً لتفرده في منطقة الخليج العربي التي يغلب عليها المناخ الصحراوي الجاف. ويشق هذا الوادي طريقه بين التلال والهضاب إلى أن يصل إلى خور روري، حيث يصب في بحر العرب. ويوصف وادي درباد بأنه أجمل الوديان في ظفار، لما يمتاز به من مناظر خلابة لكثافة الخضرة والبساتين اليانعة من حوله. جريان المياه المتواصل فيه حتى خلال فصل الصيف وشلالاته الموسمية المتدفقة في شرايين الجداول والمنحيات الصخرية تزيد المكان إبهاراً. الوادي يعد حديقة طيور وحيوانات برية، حيث يستقطب أنواعاً كثيرة من الطيور الجميلة، بعضها من الطيور المهاجرة التي تزور ظفار في أوقات محددة من السنة. تشهد أكبر غابة على كوكب الأرض حرائق مستعرة تعادل في خلال 4 أيام فقط أكثر من ثلثي حرائق أيلول سبتمبر عام 2021 بمجمله. وفيما احتفلت البرازيل بيوم الأمازون، رصد المعهد الوطني لأبحاث الفضاء أكثر من 12,000 حريق في منطقة الأمازون، ويخشى من أنه إذا استمر تسجيل أكثر من 3,000 بؤرة حريق كل يوم
فقد يكون شهر أيلول سبتمبر هذا من الأسوأ في التاريخ. وتقول منظمة مرصد المناخ غير الحكومية إن الأمازون تتعرض لهجمات مجرمين يتسببون بتشجيع من الحكومة في أكبر موجة تدمير للغابات منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. والآن تابعوا معنا هذه المادة الفيديوية التي اخترناها لكم من مواقع الصحف. لما جات الغلا كده فجأة زاد، اضطريت ان انا اخرج عيالي من المدرسة علشان انا مش قادر اصرف على مصاريف مدرسة ومصاريف بيت. انا حبيت ان انا اصرف على عيالي مصاريف بيت ومدرسة بس ما قدرتش. الوضع يعني في احنا في حالة مزرية، يعني في حالة لا يحصل عليها من سر. انا زعلان على الدراسة لان انا مدرس، الناس حابين يدرسوك وانا مدرس، قال مصر سابع وانا مدرس، لان خرجت عشان اشقب عيالي اصرف على البيت. بيتي في حي الروضة، خط نار. بيتنا أمام القنص، فالتعليم واجب، وإحنا لما نروح المدرسة كل يوم نخرج بخطر. يعني أنا وأنا خارجة من البيت أودع أمي، لأني أساساً مش ضامنة هل أنا ممكن ألقاها. لا زال الطلاب يتعرضون للقنص وهم ذاهبون إلى مدارسهم وهم عائدين من المدارس. في أكثر من طالبة قنصت من هنا من داخل المدرسة. أحياناً قنصت في معانا هنا بالمدرسة طالبات قنصاً لداخل الباص وهن طالعت من مكان القنص. ونتمنى إيجاد حلول للطلاب وتوفير جو آمن لهم. الحصار المفروض على محافظة تعز والذي تسبب في إعاقة كثير من أبناء الطلاب ووصول أيضاً المستلزمات الرئيسية ومنها الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي وصوله من محافظة عدن إلى هنا يساوي ضعف قيمته نتيجة لوعورة الطرق وصعوبة الوصول إلى هذا المكان. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.